مكافآت الإنتاج ينتزع القادم بشعار بن فراج ناموس هذا الشوط لتبدأ معركة جديدة من معارك الناموس والزميل بسام الشمري. مطلق العنزي بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة، انطلاقات أشواط اللقاية، أشواط الإنتاج والمنتجين، شوطنا الثالث لفئة اللقاية لأبكار الإنتاج ينطلق من مسافة 5 كيلومترات رحلة هذا الشوط الحاملة بطياتها هذه الأسماء والشعارات القادمة من أجل التحدي والمنافسة بمسار واندفاعة أشواط الأصالة والتراث ضمن فعاليات المحلي 5 بمرحلته الأولى بيومه 3. نتواصل مع هذه المنافسات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، نتابع الشعارات كبيرة حاضرة من أجل أن تتوج بناموس هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة مع عكاشات لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي ينطلق مع الصدارة، بينما من غيرت واحتلت المقدمة مباشرة النجادية لمحمد بن جابر بن سالم بالزيوح المري يقدم النجادية التي تسللت واحتلت الصدارة مباشرة. المركز الثاني شعار بن جبر مع عكاشات راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي بمتابعة حمود حمد بن حمود الوهيبي يتابع عكاشات على المركز الثاني. انتقل مباشرة الى صاحبة المركز الثالث القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير، تتقدم مغيظة لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتواجد بانطلاقة وبتحديات مغيظة على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة هنا توق عبد الله بن صالح بن ربيع المري شعار بن مخيزيم حاضر ومتواجد هنا بانطلاقة وبتحديات توق على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل أتابع القادمة هنا جولة بشعار محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم في دائرة النداء يقدم لنا جولة بأول نداء للخمس المراكز الأولى. هذه نتيجتنا التي جاءت بها 5 الأسماء المميزة والحاضرة في هذه التحديات الكبيرة. نتابع هنا الشعارات وأسماء مميزة أيضا تشارك بهذا الشوط لم يحن موعد وصولها وقدومها إلى دائرة النداء والإذاعة، تترقب الكيلو الأخير لكي تنضم إلى دائرة المنافسة والتحدي مع هذه المسارات المميزة بأشواط الأصالة والتراث عبر قناة الريان وقناة الكاس الناقلة لأحداث ومجريات المحلي 5. نستمتع بهذه المنافسات المشرفة في هذا العالم الساحر. نعود مع البداية، نعود مع عكاشات التي غيرت مجريات الأمور لصالح راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي ينطلق مع القيادة بمتابعة حمد بن حمود الوهيبي يتابع اندفاع عكاشات على الصدارة باحثة وطامعة بانتزاع ناموس هذا الشوط، بينما مغيظة على المركز الثاني تضغط لكي تنتزع ناموس هذا الشوط. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم مشاركا متحديا من أجل الناموس حاضرا في هذه المنافسة، بينما المركز الثالث النجادية تتقدم بهذه المشاركة بقيادة محمد بن جابر بن سالم بالزيوح المري ينطلق في هذا التحدي بتواجد النجادية على المركز الثالث، بينما صاحبة المركز الرابع أتابع القادمة الحاضرة هنا توق
لعبد الله بن صالح بن ربيع المري، ينطلق بهذا الشعار، ينطلق بمتابعة عبد العزيز الذي يتابع توب المنطلقة في موقع التحدي والمنافسة. ولكن من غيرت واحتلت المركز الرابع؟ القادمة غنايم علي بن جرالة بن حمد بن عجيان بن ضرمان يتقدم مشاركا على المركز الرابع بأول نداء، وصل إلى دائرة النداء والإذاعة، يتقدم بهذا التحدي الكبير. بينما المركز الخامس الاسم القادم والحاضر في هذا التحدي يتقدم سعيد بن محمد بن علي بن سوير المري بوصول بخترة على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. الكل بدأ يقترب في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس، من أجل الانتصار، من أجل الظفر في هذا التحدي الكبير بهذه المنافسات المميزة، بهذه المنافسات المشرفة. نرى شعارات المنتجين الحاضرين دائما بهذه المنافسات المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. وين النعيمي والدعية؟ يسيرا إلى مسار الناموس مع الكيلومتر الأخير والخطير. عكاشات على البداية، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي حاضر هذا الشعار، حاضر ومتواجد دائما، من أقوى شعارات الإنتاج. ينطلق شعار النعيمي، الله 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 الله، تحركت عكاشات، انطلقت عكاشات على الصدارة وعلى المقدمة. بن ضرمان غنايم يبحث عن الغنيمة الكبرى وهي الناموس والفوز بهذا الشوط. ينطلق جرالة بن علي او علي بن جرالة بن حمد بن عجيان بن ضرمان مع غنايم، ينطلق على المركز الثاني، يحاول بانتزاع الناموس، ولكن شرد النعيمي، شرد مع عكاشات الحاضرة بالمنافسة منذ البداية. احد الشعارات الكبيرة المتواجدة دائما باشواط الانتاج، باشواط المنتجين. يتقدم راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع عكاشات، تنتزع الناموس، تحقق هذا الانتصار. Good morning يا ابو ناصر على هذا الانجاز، على هذا الانتصار، على هذا المال الطيب. ها هي عكاشات تحقق هذا الانجاز، تفوز بناموسي هذا الشوط ودودي. السلامات الى راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، تهانينا ابو ناصر والسلامات الجميلية. المركز الثاني غنايم علي بن جرالة بن حمد بن عجيان بن ضرمان. المركز الثالث وصل الدروع لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل. المركز الرابع ميرال سالم بن علي بن متعب الصعاق. المركز الخامس كيد لصالح بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعين الافاضل، تابعتم معنا المنافسه والتحدي، فكانت عكاشات حاضره متوجه بهذا الناموس. 7 دقائق 36 ثانية، 17 جزء من الثانية، تهيئ الناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على فوز عكاشات، والتوقيت الافضل والاجمل الى هذه اللحظات مع عكاشات. المركز الثاني وصلت غنايم، 7 دقائق 38 ثانية، 79 جزء من الثانية، تهيئ الناموس لعلي بن جرالة بن حمد بن عجيان بن ضرمان. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وصلت دروع، تهيئ الناموس لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل على فوز دروع في المركز الثالث. 7 دقائق 49 ثانية، 89 جزء من الثانية، تهيئ الناموس لجميع الفائزين.